بسرعة يجهزون الذخيرة لتكملة فصول المعركة التي لا تنتهي. تطلق الرصاصات بتتابع نحو الهدف ليندحر العدو المختبئ في منازل شبه مدمرة من قصف ميليشيا الحوثي المخلوع عليها. يقصفونها ثم يتخذونها متارس لهم، كهذا البيت الواصل إليه أفراد المقاومة بعد طرد الميليشيا منه في ثعبات شرقي تعز. من اختبأوا في هذا المكان لم ينسوا ترك شعاراتهم على الجدار ولا تذكير بأنهم مروا من هنا. بضع خطوات فقط هي الحد الفاصل بين المقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع. يحرص أفراد المقاومة والجيش الوطني على التقدم نحو الأمام وإن كان الطريق مليئاً بالصعوبات. وفي أوج المعارك واشتعالها تحرص كاميرا بلقيس على التوثيق، ترافقهم خطوة خطوة في المسير المؤجج بالكثير من المخاطر. وحده ما توثقه الكاميرات لا يمكنه الموت ولا يترك له طريقا للنسيان، فللحقيقة أبواب مغلقة تفتح هنا وإن كان في الأمر الكثير من المغامرة. وفي الطريق للأمام وبعد جبهة ثعبات يقف أفراد الجيش الوطني والمقاومة حاليا على عتبات حارة قريش، يشددون الخناق عليها لمحاصرة وطرد الميليشيا منها. مقاومة تعز بدأت إذن باتخاذ الهجوم بوسيلة أكبر من الدفاع لتستعيد السيطرة على تلك الأماكن المحتلة من قبل الميليشيا، فيما يتراجع الحوثيون للخلف لتبقى تعز مسرحا دائما للمعارك.